صباحكم الله بالخير. مثل ما وعدتكم اليوم عندي وصفة قديمة ولذيذة. هذا شنو اللي عندنا؟ فيلي سمك. راح أسوي خثرة. اوكي، عاد اللي ما يعرف الخثرة عاد سمحولي، روح أسوي سيرش عليها. سوي خثرة على فيلي هامور، هامور سمك. اوكي، فهذا رحت حق السماش وقلت له أبي تخلي لي الهامور يسوي لي اياه بعد كذي فيلي مثل ما انتم شايفين. ومن بالليل نظفته وقسلته وحطيت له كركم وخليته بالثلاجة، ونشوف ان شاء الله باجي المرحلة، وان شاء الله تعجبكم الوصفة. راح استخدم حق الخثرة صفرية، مثل صفرية الهريس والقريش. راح احط بصل احمره على الزيت، بعدين راح احط عليه ثوم. هذه المرحلة الأولى. عقب ما حمسنا البصل تغير لونه، أضفنا له الثوم المهروس، وأضفنا له الكركم، والحين بضيف البهارات المشكلة. استمر في التحريك. بعد البهارات راح أضيف معجون الطماط، راح نسوي إياه زين. مقادير طبعا على حسب كمية العيش، على حسب كمية السمك اللي راح احطه. في هذه المرحلة راح اضيف قطع السمك الفيليه حسب ما انا يعني الكميه اللي ابيها، راح نسويها شبيهه جدا بالمضروبه. الحين راح اضيف كميه راهيه من الطماط الفريش اللي انا طحنته طبعا. استمر بالتقليب معاه بس عشان بالاعاده. بعد حمسنا البصل مع الثوم، حطينا البهارات، الكركم، معجون الطماط، تالي حطينا قطع الفيليه، وبعدين اضفنا الطماط الطري، ونشوف المرحلة اللي عقبها. أضيف كمية من الماء الحار وخليه يطبخ، عقبها طبعا أحط العيش اللي أنا منقعته من قبل. راح أحط فلفل علوب هالمرحلة، وأحط اللومي الأسود اللي أنا منقعته من قبل، أحط ماء حار. ليش تنقعينه؟ أنقع عشان يلين ويعطيني الطعام المستحب. وأكون طبعا مزهبة مثل ما قلت لكم العيش حوالي تشيلتين تقريبا، لازم يكون منقع من قبل. سلامتكم. هذه المرحلة قبل أحط العيش أحط الملح، أضيف الملح وأذوقه. طبعا الخثرة تروك مع دقوس صبار يا جماعة، ودقوس صبار طريقتها موجودة عندي بالمدونة ونزلتها باليوتيوب. الحين راح أضيف العيش. لو تشوفون ما شاء الله السمج مرت فتفت ذاك ماكو روح. بعدها نحكم على قطم الغطا، وش تكون على نار طبعا عالية. بعدين من يبتدي يعني خلاص اقصر على النار نهائي، واحكم الغطاء احط عليه ثقل على الصفريه هذه. شوفوا كميه الماء، هو مو مطبق ولا مكبوس ولا كذي عشان احط 1 سم، لا كميه راهيه، انا ابيها مضروبه. اوكي، وراح تشوفون شلون يشرب وتستوي شلون. ابيها مثل قوام اليريش. هذه المرحلة نقيس مقدار الماء، إذا نحس إنه يحتاج مثل هالمرحلة هذه، أحس إنه يحتاج راح نضيف ماء.
اوكي، ونشيل العلوب والفلفل، نشيل اللومي الاسود نخليه على كثر عشان عقب لما نضربها نضربها يدوي مو ماكينه، اي ما يبيها مضروبه خالصه. شوفوا يا جماعه تدرون كم مره زدت الماي ماله؟ يمكن مرتين ثلاث. اهم شيء الحين انا اتاكد من نضج الحبه، افقصها بيدي اوكي، واعرف ان حبه العيش استوت اوكي. هني في هالمرحله قلنا نستبعد علوب الفلفل واللومي الاسود اشيلهم زين، واقصر على الشوله واحكم غطا الصفريه واخليه يستوي على نار هاديه. الحين في هالمرحله هذه احط شويه دهنه سمنه عليها تعطيها شوي مطاعة وريحة حلوة. شوفوا لا إله إلا الله بروحة بروحة، أنا زدتها ماي كم مرة، الموضوع يبي له صبر. أتأكد إن كل السمك قطيعات مالته تفتت مع العيش اختلطت. الحين بعد وقت النشاب لازم أحتاج دهن سمن عشان أساوي الأطراف بالمعقول. الحين وقت النشاب، شوفوا شلون صارت، هذا القوام اللي احنا نبيه. بعدها طبعا اللومي والفلفل اللوب اللي خليناه على كتر نرد نزين، والدهن السمنة طبعا حاضرة. الطقوس ما تأول، بعدين هني خفقة يكون فيها ترى مو شرط صفرية، الحين قاعد يسوون صفرية مو شرط، سووا الجدر عادي كله يمشي ماكو أي خلاف. نحط الحين اللومية وعلب الفلفل اللي شلناهم، نسوي ديكوريشن.